بقلوب مليئة بالحب الممزوج بالأسى، ودع محبو الفنانة أنطوانيت نجيب من فنانين وأقرباء وأصدقاء جثمانها لتغادرهم إلى مثواها الأخير، تاركة أثر حبها ولمسات حنانها، بصمة في قلب كل من عرفها، لتكون الأم المعطاءة التي جمعت بينهم على المحبة والمودة. هي كانت محبة للفنانين، للعيلة، للبلد، دائماً مدافعة عن كل شيء عم بيصير. المخلوقة اللي كانت تحب الحياة دائماً، أي صعب قدامها كانت تهونه. كانت أحياناً تقول لي الصبح تقول لي تعبانة ماني قدراني أتحرك، المساء لقيها بحفلة فأتصل فيها قال لها أنت شو وضعك يعني بالحياة؟ تقول لي حبيبتي أنا وضعي 5 دقائق مرض 10 ساعات فرح، أنا ما خلقت لكون بالتخت، أنا ما خلقت لكون مريضة. تشوف محبة العالم لألا الناس، في مبارح شوفير تاكسي قال لي هي كانت والله خيمة، والله خيمة عزة، كانت خيمة فرح وخيمة وطن وخيمة. قلت له تشبيه كثير مهم، يا ريتها سمعته لك على هالضحكة اللي عم تضحكها. كنا سمعنا سيدي أبو نادر من نقابة، كل أسبوع بدها تمرق تفتشنا، عن جد عم بحكي، كانت تمرق شو عنا مشاكل شو كذا تتصل، فكنت لما تفوت أهلا سيدي أبو نادر أو سيدي العميد أو كذا أنه تعي فتشي. تعبها الجسدي في الآونة الأخيرة لم يكن عائقا في طريق حبها للحياة، بل رغم ذلك كانت من أول المتواجدين في الأفراح والأحزان. وقت اللي بيروح حدا كبير مثل أنطوانيت، احنا كلنا بالوسط بنحس أنه حدا من أهلنا راح، هي بهي المسابة وبهي المرتبة عنا كلياتنا. حتى إذا هي راحت نسيبة باقية بقلوبنا وباقية بذاكرتنا، يعني حتى هي متعبانة كانت هي تتطمن، هي دائما تسأل، هي عم توصيني دائما بالعيلة وبالولاد وبالتفاصيل لآخر لحظة. هي أم حقيقية حقيقية. أنطوانيت كانت إنسانة طيبة وإيدها مفتوحة إلى الناس، ودائما تحط إيدها على قلبها وتقول أنا من قلبي بتمنى لكم كل شيء. ما بدل غير انه انسانه كانت طيبه وقلبها مفتوح لكل الناس وايدها ممدوده الى كل الناس. طانت أنطوانيت وقت بيقولوا عنا ام، هي ام بكل الكلمه من معنى، ام حقيقيه للكل. قديش محبه ومعطاءه، ضحكتها الحلوه، هي مع اولادنا طفله ومعنا ما بتاثر بنصيحه. قصص وحكايا، مغامرات مضحكه ومحزنه جمعتها بأصدقائها وزملاء مهنتها ليقولوا اليوم بحروف باكية وحزينة وداعاً أنطوانيت.